السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عنا بهذا الفيديو أمر هام جدا ورسالة مصيرية إلى جميع السوريين في تركيا. بداية أعطونا بيرتنا لايك ولا تنسوا الاشتراك بالقناة بشان توصلكم جميع التفاصيل. كتير ناس عم تسأل هل سيتم ترحيل السوريين ب 2023؟ هل سيتم ترحيل السوريين بشكل جماعي من تركيا؟ أخواني الكرام، الرئيس أردوغان يصرح تصريح جديد ويحسم الجدل من خلاله. طبعا هذا التصريح جديد بما يخص موضوع السوريين، وفي رسالة هامة لازم توصل من خلال هذا التصريح. صرح الرئيس أردوغان بأننا سنبقى بجانب السوريين الفارين من الحرب، وصرح وقال أنه ما رح نترك السوريين ولا رح نتخلى عنهم حتى النهاية. يعني تصريح واضح من رئيس جمهورية تركيا. هذا رئيس الجمهورية إخواني هو اللي مسؤول عن جميع القرارات. يعني أي تصريحات بتطلع من هون، والله فلان حكى، والله فلان قال، والله فلان صرح، هذا كله يا أخوان هو عبارة عن كلام فقط. أما التصريحات الرسمية التي يؤخذ بها هي من رئيس الجمهورية. الرئيس رجب طيب أردوغان صرح بأنه لن نتخلى عن السوريين، طبعا مرارا وتكرارا هذا التصريح صار أكثر من مرة. ولكن الأهم من هيك يا أخوان، لا تعطوا أذنكم إلى أشخاص لديهم مكاسب أخرى من خلال إخافتكم وزعزعة الاستقرار في أنفسكم. التصريح واضح وصريح، جميع الأشخاص يكونوا قانونيين بالنهاية، يلي أموره مو قانونية يصلح أموره، وإن شاء الله اللي جاي أفضل على الجميع. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.